أنا ميدو، منظم حفلة أول حفلة لتامر حسني في بلجيكا إن شاء الله. ويعني إن شاء الله أتمنى أن يكون سهرة جميلة والناس كلها تتبسط. وطبعا يعني في استعدادات كتير، لأن أنت عارف يعني تامر ما شاء الله عنده شعبية كبيرة قوي، ومن الرياكشن اللي احنا بنشوفه من الناس وعلى الفيسبوك والإقبال يعني، فطبعا واخدين استعدادات كتير كناحية تنظيمية والتأمين اللي في الحفل وكل الأشياء ديت. يعني ان شاء الله مستعدين كويس جدا وجاهزين ان شاء الله ان احنا نعمل حفل مشرف يليق باسم تامر وباسم الفنانين اللي معانا وباسم الجاليه العربيه كلها ان شاء الله. وان شاء الله يعني هو اول حاجه تامر يعني من اكتر الحفلات اللي بيحب يعملها بتبقى في المغرب، وانجح حفلاته كانت في المغرب. هو بيلاقي نفسه مع الجمهور المغربي بالنسبه لتامر يعني. وطبعا احنا عندنا في البروجرام ان شاء الله عندنا الفنان رشيد الكاظمي معانا في الحفل ان شاء الله، ومعنا الفنان شاب امير اللي هو بيغني الراي، ومعنا موهبه جديده هنقدمها. يعني هو تامر دايما بيطلب مننا او بيحب ان هو يقدم المواهب الجديده اللي هي عندها الموهبه، فان شاء الله في موهبه جديده برضو مغربيه بنت يعني هنقدمها في الحفل، وان شاء الله في مفاجاه يعني برضو هتبقى موجوده. انا بقول لهم هو اول حاجه انا يعني في طبعا رساله شكر للجالية العربية بصفة عامة والمغاربة بصفة خاصة، لأن هما فعلا واقفين معايا في الموضوع. في ناس كتير قوي واقفة معايا في الموضوع واقفين في ظهري ومحسسيني فعلا كأني في مصر بالظبط، فأنا بشكرهم كلهم وبقول لهم إن شاء الله هنقدم لكم حفل يعني هتتبسطوا بيه ويليق باسم الفنان تامر حسني، وإن شاء الله هتبقى حاجة يعني مشرفة بإذن الله.